مسافره ولي الامر مسافر، والله يبا انا بسافر، عند الخدمه هذه موجوده. الخدمه ما يحتاج ما يحتاج يروح اي مركز من مركزات الخدمات، الجوازات سواء خدمات موحده ولا عندنا في الاداره الرئيسيه، يعني في التليفون موجود هذا. ويعبي على الموقع، موقع خلاص وزارة الحين الداخلية بعد. ما هو اللي ما عنده خدمة متراش يقدر يدخل الموقع، هو موجود على الايفون ولا الجالكسي ولا هاي موجود، ينزل الخدمة، بس ينزل هو تجيه نفس الخدمة، يعني من الآلية كيف، يعني يكون الرقم اللي هو معتمد في خدمة مطراش ويردون تمشين بخطوات وخلص انتهى الموضوع. هذا نوع آخر من التسهيلات. لا كثير كثير، حتى تقدمين تأشيرة أي حاجة كلها موجودة، يعني كلها بخدمة المطراش كلها. أم طلال وين آيفونك؟ أنا بنزل لك الخدمة بعدين إن شاء الله. بنزل الخدمة أنت تستفيدين منها وأنا أستفيد منها، ما تقصري أنت، بنسافر عن طريق البر إن شاء الله. حتى عن طريق البر تحتاجين مطراش؟ عندي مطراش، عندي كل مواطن يترولي أو حتى المقيمين. نعم. أيوة كل حتى المقيمين. واحد يسجل. نعم. عند الخدمة. أبوي محمد، شني الكتيبات أو المنشورات اللي تطرحونها في للقادمين طبعا؟ احنا بالنسبه لنا الجمارك ما عندنا منشورات ولا عندنا كتيبات، الكتيبات تكون عن طريق اللجنه، يعني كجمارك ما توزع منشورات. انزين الحين بما ان انا الحين طرى علي اخر الشهر بيبون اقراضي من السعوديه. انزين ابوي انت يعني شلون الضريبه او شو يسمونها هذه اللي الرسوم، الرسوم اللي الرسوم تاخذونها مش بالوزن، قلت لي عن طريق الفواتير، سعر البضاعه اي كم؟ 5%. 5% كم قيمه فاتورتك؟ بتطلع تنحسب لك، تطلع 5% ناخذ هاي السعر. زين فيضحها ما في خصم؟ لا ما في خصم، عطها 6% و1% لي. ما تقصرين انت، كلك خير وبركه. الله يعطيكم العافيه. اي بس لان احنا ابوي نجيب اغراض وما ندري يعني نقط هالفلوس هناك، واهم شيء اغراضنا تجينا ما ندري عن التسعيره شلون. هو ما يمنع ان اي واحد يبي يجيب اغراض يرفع التلفون ويتصل او يدش على موقع الجمارك نفسه. نعم. يسأل يقول أنا بجيب أغراض، بجيب البضاعة الفلانية، وش الإجراءات وش المطلوب؟ إحنا بنفيده على طول، يعني كل شيء، يعني كل بضاعة لها، يعني بعضهم لها أوراق خاصة، بعضهم أوراقهم عادية، يعني مطلوب بس منه فاتورة أو شهادة مشي. إحنا الحين أبوي في نبي الاستفادة منك والمشاهدين، يعني مثلا بتجيبين أغراض خاصة في البيت بنطلب منك فاتورة بس، والبيان، البيان اللي جاي من الأغراض من الدولة اللي جاي منها، يعني مثلا من السعودية أو من البحرين أو من الإمارات، الأغراض من تطلع من هناك يسوي لها بيان، هي مطلوب منها، المطلوب من الأغراض هذه نفسها أو البضاعة نفسها فاتورة، شهادة منشأ، البيان الجمركي الصادر من الدولة نفسها، بناء عليها احنا هني. هذه كلها تحمل ابوي الشركه اللي بتشحن. اي الشركه، المواطن هو بياخذ بس الفاتوره وبيعطيها الشركه ويقول له هذه بضاعتي اشحنها لي. بس الرسوم، بخصوص الرسوم، الرسوم 5% بس اللي انا اسمع، بس طبعا انتم اخبار في الموضوع. انا بضاعه خذيتها من الامارات ولا من السعوديه هم اساسا دافعين عليها جمارك، بس في ان انا اعرف في اتفاقيه ان ما دام انا دفعت عليه جمارك جات هني ما اخذ عليها. هذا الموضوع طبعا هاي اللي مدفوع، عليها اللي هي نسميها احنا المقاصه. مثلا بضاعه مدفوع عليها الرسوم في مثلا في الامارات او في السعوديه. هذه تنطبق على يعني نفس السيارات، تنطبق على بعض البضائع اللي مثلا عليها، اللي تقدر تنثبت ان هذه البضاعه هي اللي دخلت. لكن اكثر دول الخليج، بين دول الخليج اصلا انت اذا بتشتري بضاعه بتشتريها من دول الخليج. دول الخليج اكثر البضائع الموجوده فيها صناعه وطنيه، صناعه مثلا سعوديه او اماراتيه او بحرينيه كويتيه. فهذه ما يعني المطلوب بس منك شهاده المنشا الخليجيه. اذا شهاده المنشا عليها، هل عليها رسوم؟ لا، اذا موجوده شهاده المنشا الخليجيه وصناعه خليجيه ما عليها رسوم. زين، واذا مثلا مصنوعه، سؤالي انا اكرر نفسه، مصنوعه مثلا سواء كان في الصين ولا تايلاند ولا مصنع في إيطاليا، الشركة نفس الأم اللي في مثلا في الإمارات أو في السعودية ادفعت الجمارك،
دفعت الجمارك. اي هذه في في بضائع لازم عليها نفس ما تقول تثبت انها يعني بضائع عليها سيلير نمبر نفس السياره، السياره عليها رقم شاصي، هاي اقدر اثبت ان السياره دخلت. حتى الموضوع اللي هي البضائع اللي مدفوعه رسومها في خارج الدوله لها فتره معينه، مثلا نفس السيارات عليها بس سنتين، عقب سنتين لا تندفع رسومها مره ثانيه، ما ينطبق عليها الشرط هذه شرط المقاصه. مثلا الموضوع اللي اكثر اللي انا اعاني منه يعني عندي انا يعني يجون يقول لك والله انا طبعا اسمحوا لي انا اخذت منكم قمتان اللي اسال لا عشان نستفيد علشان موضوع انا اصدر عندنا تاشيرات في بعض فئات العماله اللي يجون متعاقدين مع شركات في الامارات ولا في السعوديه للاثاث، يجون ياخذون ديكورات يعملون مثلا الالمنيوم ولا الاثاث ياثثون وكل حاجه متعاقدين معهم، انا اصدر لهم التاشيره. لكن هو سؤالي نفس الشيء يتكرر، والشركه دفعت جيت انا باخذ مثلا الطاوله وباخذ لي اثاث وكل حاجه، الشركه دافعه، هو علشان المشاهد يستفيد يعني والخوات بعد موجودين والاخوان يستفيدون يعني من الموضوع، هل عليها رسوم هذه؟ هي يعني بتيك الفاتوره بتيك الفاتوره عن شاري مثلا ب 30,000 ولا 40,000 استعمال شخصي. احنا ما انا مو متكلم كبدايه استعمال شخصي، بس بتكلم لك على بضائع معروفه نفس الطاوله، هاي شو اللي يثبت انك تقدر تقول لي اقدر تقدر تثبتها لي ان هذه اللي هي دخلت في البيان الفلان في البيان اللي دخل الامارات بالتاريخ المعين؟ ما تقدر تثبت لان ما عليها لا سيلير ولا عليها رقم. والطاوله ممكن اجيب لي 10 طاولات من كذا نوع من كذا دوله نفس الشيء واقول انها هي صناعه مثلا صناعه اللي هي الصينيه او بنقول يعني من صناعه اجنبيه، ما اقدر اثبتها، فهذه ما ينطبق عليها اللي هي البيان البيان المقاصه ان هي مدفوعه رسومها في برا الدوله. لكن اذا كانت البضاعه نفسها انت طلبتها من دوله اجنبيه ودخلت عن طريق دوله خليجيه من الدول المجاوره الدوله الخليجيه انت ما كل عسل قبل لاتينا؟ لا والله ما كل. تفضل ابوي. من دوله خليجيه طلعت البضاعه من الميناء وجايه الدوحه على طول، بيعطون تدفع رسومها، انت بتدفع رسومها في الدوله هذه مثلا في دوله الامارات مثلا كمثال على عن طريق جبل علي، دفعت رسومها هناك بيعطونك بيان مقاصه لان هذه البضاعه بتكون طالعه من الامارات طالعه من جبل علي متوجهه الى دوله قطر. بس اذا بضاعتي مثلا اللي انا بجيبها الاثاث مسجله باسمي انا، انا شريتها محل اثاث وبين محل اثاث شريتها مبلغ صناعه قلنا اجنبيه مثلا صناعه اجنبيه بتدفع عليها رسوم عليها رسوم عليها رسوم. يعني في الاخير انت بتدفعين ال 5% يا ام طلال و1% لا وين الدنيا يا شيخ؟ احنا ابوي بس ترى مو بكل الوضايع مو كلها لان يعني معلومات مهمه، واحنا ما شاء الله نروح ونشيل من برا ونجيب، جزاكم الله خير على هالمعلومات اللي اعطيتونا اياها. بس ونفس الموضوع ينطبق على السيارات، انا بشتري سياره من دول مجلس التعاون وادخلها سياره جديده. سياره جديده تطلبين من الشركه نفسها بيان المقاصه، بيان المنفذ دخول، احنا نسميه بيان المنفذ الدخول الاول. تطلبين من الشركه او تقولين ما ابي بيان المقاصه لان السياره بوديها قطر. بس هو راح صاحب الشركه بيخلصك بيعطيك اوراقك كامله وما تدفعين عليها رسوم، هنا يمكن تطلع لك يمكن اللي هو مبلغ رمزي يمكن 60 ريال او ما يعني شيء رمزي يعني يطلع لك. اعتقد هاي تامين للمركبه. لا التامين هاي موضوع ثاني. التامين ما اتكلم فيه. موضوع ثاني التامين. احنا دخلت المعلومات عندنا كلها تجاريه صارت تجاريه. لا مو تجاريه، تامين لان واحنا طالعين نختم الجواز لازم تمر تدفع رسوم التامين. هاي في الدول الثانيه نفس الشيء، حتى اللي داخل حتى اللي داخل قطر نفس الشيء. بس في تامين سنوي اريح له اللي يسافر وايد. في تامين سنوي تمشين عادي. بس والبعض يامن يعني ما يحدد مده السفره فياخذ تامين لمده اسبوع. وبعدين التامين ذي ينتهي ويضطر
انه وهو راجع يجدد التامين واحيانا تصير كل زحمه كل او كل اسبوع كل اسبوعين يسافر ويدفع تامين. ايه هذا هو. دائما نقول لازم سائق المركبه يكون حريص اذا كانت المركبه مهبله ما اخذها من حد ثاني. هذا الموضوع مهم جدا اعتقد انه لازم هو يفتح ويشوف السيارة فيها شيء أو ما فيها شيء. صحيح. أعتقد النقطة هذه وايد مهمة. والغالبية نقول الجيل الجديد وتوى ما أخذ وتوى على السفر. خلنا نتكلم عن هالنقطة، عن أهمية هالنقطة بالذات. هذا بياخذ سيارة رفيجة عشان يسافر فيها. هو طبعا أنا إذا بسافر إذا باخذ سيارة مثلا الأخ محمد باخذها، أنا عندي إجراءات أمشي فيها. هم بعض المرات شوي العجلة تاخذه ويروح، هو ما يدري وش اللي في السيارة أساسا، لأن أنت بتدخلك منفذ ثاني فيها إجراءات اللي هو تفتيش وكل حاجة، أنت ما تدري وش اللي في السيارة هذه. مهما كان بصداقتي مع محمد ولا أخوي ولا اللي هو. شيء من المواضيع المهمة أن أتأكد من السيارة، لأن السيارة مش ملكي أنا، أعرف صادها عيب ولا صادها مشكلة ولا صادها أي حاجة. أنا أتأكد من توايرها، أتأكد من الزيت، هذه أشياء مهمة يعني. السيارة بعد أنا ما أدري يمكن السيارة عليها بلاغ، عليها أي حاجة، أشياء مهمة كلها أتأكد منها، حتى لو من اللي أخذت منها السيارة، السيارة هل فيها شيء، أتأكد وأنا أفتش في السيارة، أتأكد السيارة عليها بلاغ، عليها أي حاجة. هذه أشياء مهمة، يعني يجونا أشخاص صحيح أن السيارة عليها بلاغ مثلا، يمكنها مثلا عامل حادث او ان مثلا اجراءات في محكمه، اجراءات هذه امور ترى مهمه يعني. بالاضافه ان شاء الله اذا السياره ما في اي حاجه يتاكد من سلامه السياره نفسها، لان انا بقطع فيها اقرب مسافه من الدوحه لهناك تقريبا 90 ولا 100 كيلو، هذه مهم جدا يعني. حتى اللي بيشتري سياره مستعمله لازم يفتش، هو يصير يفتش ويفتش السياره لازم. صارت يعني أنا حصلت مع واحد يعني أعرفه مشارين سيارة مستعملة وسافر فيها في دولة ثانية، يوم فتش السيارة لقوا فيها شنو؟ لقوا فيها سلاح ولا مخدرات ولا مخدرات لا الحمد لله لقوا فيها يعني الأشياء الممنوعة، يعني من الأشياء الممنوعة، وتوقف فيها هو هناك. نفس الشيء فوق منصحه بالنسبة للمسافر بالجو، عادة بتكون واقف عندك وزن زايد على المطار، بيسألك شخص في مجال تقطع لي الشنطة، بقى بتقول له أنت بيطيب خاطر ليش لا؟ إيه معه وزن، عنده إمكانية بعتها حتى يوفر عليه دفع الفلوس، بيطلع آخر شيء الشنطة كمان بركي فيها شيء بتتلبس فيها ممنوعات. إيه بقى حرام هيدا الموضوع من نبو للزبائن. أنا بعرف في ناس كثير خاصة بتكون في ضغط صفي سيد الوزن، الناس عم تطلع وبتطلع، كهي بننبه عليها كثير منيح كمان مهمة. كلمة أخيرة أستاذي. كلمة إحنا ننصح فيها، الصيف قرب، الإجازة قربت طبعا، وموسم العمرة قرب، وبعد مباشرة فترة بسيطة اللي هو الحج. إحنا طبعا نتأكد من الحين، مادام إحنا الحين نقول بعضهم اللي عياله واللي هو في ما أخذ الإجازة بيأخذها في وقت الصيف، يتأكد من أموره كلها، من السيارة، من مستندات السفر، والخطة اللي يحطها يعني وين بيسافر، وين مثل ما تكلمنا وين يعني يحط له خطة أنه إن شاء الله بيروح وبيرجع، يعمل حساب الفترة اللي بقعد فيها، بعضهم أسبوعين بعضهم شهر بعضهم شهرين. يتأكد أهم شيء من صلاحية المستندات. نشكركم على الاستضافة يعني. الله يسلمك أستاذ خليل. أنا بس بنصح أنه أي شيء بده يعمل للسفر ينعمل قبل بوقت، يتحضر مثل ما قال سعد الشيخ، يتحضر قبل أحسن كثير مهمة، خاصة ما بكون طالع لحاله بالموسم، بكون طالع مع عائلته يعني معه أولاده ومعه ناس كاملة بقى مسؤول عنها هو فعليا. يتأكد من كل شيء، أي سفر بيعمله بر ولا جو أهم شيء يعمل كل شيء ما لازم يعمل، مثل ما قال الوراق الرسمية، التأمين على السفر اللي بيأمنه أي مكتب سفريات، يحجز ويتأكد عم بيحكي مع الشخص المزبوط، يقدر يعطيه الإشارة المزبوطة كمان. صح أستاذ محمد. أنا أنصح إن الواحد يشيك على أوراق سيارته، الملكية، الصلاحيات اللي بيسافر من، ويتأكد من أوراق الموجودة، وإذا عنده أي استفسار ف
في اي وقت تقدر يتصل والمركز موجودين احنا في الفتره الصباحيه والفتره المسائيه، يعني على مدار الساعه موجودين، حتى الشباب اللي في التفتيش واللي في التسجيل واللي في الشحن يفيدونهم في اي استفسارات يحتاجونها. ملاحظه اخيره طبعا هاي ننصح فيها الجميع للمواطنين وللمقيمين اللي يسافرون خاصه عن طريق البر او يكونوا في اي دوله، ان شاء الله ان شاء الله السلامه للجميع. لكن سبحان الله حد تعرض لحادث ولا اي اشكاليه، طبعا يتصل بعمليات الداخليه، طبعا بيتواصلون معه. هو طبعا تجيه انت الواحد اول ما يسافر تجيه خارجيه ارقام السفارات، وهذه اشياء مهمه يحتفظ بها. لكن واذا في اي حاجه ان شاء الله بعيد شر عن الجميع، انه عنده العمليات الداخليه يتواصل معاهم وان شاء الله بيعمل لهم الترتيبات اللازمه ان شاء الله. بس سؤال الله يعطيكم العافيه، معالي اسمحوا لي ادري بجته بنت اختمين. سؤال مهم، لا قدر الله حد صار له حادث على الطريق وفي المنطقه الخاصه بنا احنا، في الطائرات سرعه وصول الاسعاف هو على حسب تقييم الاسعاف نفسه والحاله. طبعا يتحرك هو جاهز الهليكوبتر على طول على مدار الساعه، هو التقييم على الحادث والعمليات وعلى الاتصال. والحمد لله عندنا ترى للعلم معلومه اوصلكم، احنا عندنا عياده في المنفذ وفيها الاسعاف وفيها ونقوم يعني 80 و90% من الاجراءات اللي هو حسب واحد يكون مريض ولا الم في البطن ولا اي حاجه. هو التقييم عند المسعفين نفسهم، هو اللي يحرك يبلغ يقول لازم تحرك الاسعاف او الدوريه اللي موجوده. ايه يعني انتم ما عندكم ابوي قاعده موجوده مهبط موجود عندنا. موجود عندنا. الف شكر لكم. شكرا استاذ خليل، شكرا العقيد ناصر بن عبد الله آل ثاني. وانا اعتذر ان شلت الكلفه وما قلت لك الشيخ ناصر بن عبد الله آل ثاني. الف أخوان. شكر لك أخوان. على سعه صدرك الله يسعدك وعلى المعلومات اللي افدتنا فيها. شكرا استاذ محمد، استاذ محمد بن سيف الصليطي، على اساس انه ما حد يقول ما قلنا اسامي ضيوفنا. شكرا ام طلال، تسلم يدك. شكرا فريق في الضحى، ونلتقي معاكم ان شاء الله وباذن الله في الحلقه الجايه مع ضيوف جداد وموضوع جديد، ونتمنى السلامه لكم واجازه سعيده للجميع. مع السلامه. تفضلوا.